الرحمن الرحيم. بيان من أحرار الصوت. تداعى أحرار الصوت لاجتماع مساء هذا اليوم السبت 22/9/2018 لبحث الأمور المستحبة المستجدة على ثرى هذا الوطن الغالي. وأننا نؤكد لأبناء الوطن عامة وأبناء الصوت خاصة أننا لازلنا على قدر عالي من الهمة والمسؤولية اتجاه ما يحصل في هذا الوطن الغالي. وعليه فأننا نؤكد على ما يلي: أولا، رفض قانون الضريبة بصيغته الحالية وكل أنواع الضرائب التي تمس حياة المواطن بكل تفاصيلها. نؤكد للجميع على أننا ومن خلال الأيام القادمة سوف يكون لنا الكلمة والموقف وبمشاركة الصلب للمطالبة بحقوق والأردن للمطالبة بحقوق الشعب الأردني المنهوبة والمسلوبة من الفاسدين والمارقين والفاسقين وبكل جرأة ومصداقية وبدون توقف حتى تحقيق جميع المطالب، حيث يعتبر هذا البيان النداء الأخير إلى صاحب القرار: السلط، ساحة العين، أحرار السلط، حمى الله هذا الوطن وحفظ الله شعبه. والسلام عليكم ورحمة الله.